السداسي اهو، هنقوم جايين بالمسطرة عاملين في نصه تقريبا هنا مثلا نصه محور، نقول هنعمل في النص محور وعلى الطرف اليمين محور والشمال محور اهو، تمام، محور من الطرف محور الطرف التاني. وهنيجي بالعرض، خلي مثلا محور مع كورة، محور فوق، محور تحت، كده أول شكل خلص معانا. محور اهو، 2 3 4 5 6. لو جينا نبص هنلاقي اللي بعده اللي هو المخروط. المخروط احنا دلوقتي حاليا عندنا الشكل اللي بعدها يكون المخروط. احنا دلوقتي حاليا المخروط عندنا اهو محور معدي من تحت الحدود، نهاية المخروط من تحت، وعندنا المحور اللي هو تقريبا خلينا هو اللي معدي في نصه، فهنعمل محور كمان معدي فوق نهاية المخروط من فوق اهو. بعدين عندنا اهو محور في نهاية المخروط من ناحية اليمين، هنقوم جايين عاملين محور في النص ونيجي نعمل محور في نهاية المخروط. لو جينا نبص على بقية الأشكال هنلاقي إن المكعب مر بمحور 2 3 4، الكرة مر بيها 1 2 3 3 محاور، هنقوم عاملين محور كمان اللي هو ايه نهاية الكرة. وهنكتفي بالمحاور دي. طيب ليه ما عملناش هنا محور؟ عشان الحتة دي احنا نقدر نقيسها بالطريقة اللي قلنا عليها قبل كده، القلم مظفرنا من جايين جايبين ورق كده، قلم مظفرنا اهو، وهننقل البعد وهنا حتة صغيرة هنا نفس النظام وهنص، تمام كده احنا عملنا المحور على الرسمة اللي احنا عايزين نرسمها. هنروح ننقل المحاور ديت على الورقة الكانسون اللي احنا هنستعملها، ورق اهي، هنحط الورقة هنثبتها بإيدنا وهنتأكد ان الورقة مش هتتهز، عشان لو الورقة اتهزت هنعمل أبعاد تانية الرسمة هتبوظ اهو. كده تمام احنا نقلنا المحاور كده خلاص،
هنشيل الورقة اللي احنا بنرسم منها وهنوصل ما بين كل مقصوصين احنا عملناها خطوط خفيفة لأنها هتمسح في الآخر. تمام، تمام كده احنا قلنا المحاور، هنيجي نعمل زي ما كنا بنعمل في الشرح من شوية. هنشوف، هنبدأ مثلا بالشكل اللي احنا بدأنا منه المحاور اللي هو المتوازي ده. فهنجيب مثلا أول نقطة، مثلا عندنا النقطة دي نقطة التقاطع مع المحاور اهي، جايين النقطة دي. تمام، ادي أول نقطة. النقطة التانية اللي هي النقطة دي، النقطة ديت واقعة على محور رأس، هنقسم محور افق اللي هو المحور اللي فوق ده مثلا كده اهي، قوم جاي حاططها هنا تقريبا اهي. تمام، وهنيجي على النقطة التانية اللي هي النقطة دي اهي، دي تاني نقطة تقريبا هنا. النقطة دي نوصلهم زي ما قلنا من بره لجوه لحد ما اعمل خط مستقيم هشطب الزيادة. هوصل دي هنيجي نجيب بقى النقطة دي عشان نعمل الخط ده. هنقسم القلم اهو، نيجي هنا اهو، وصلهم، وصل النقطة دي بالنقطة دي من بره لجوه، من بره لجوه اهو، نشطب زيادة. الشغل ده كله يبقى قلم تو اتش وايدي خفيفة عشان لو غلطت اعرف اشطب واعدل عادي براحتي وما يسيبش اثر في الورقة. تمام، هنيجي بقى للنقطة دي، هنقيسها من هنا او من هنا، ان هي محور رأسي فهنقيسها من محور افقي، يا اما المحور ده مش المحور. هنيجي هنا هنقيسها من المحور اللي فوق. تمام، الورقة بتتقلي بقى عادي، قوم جايين هنا اهي، قوم جاي اهي حطيت النقطة وعمل خط أفقي. مجاش على النقطة بالظبط فأعدلها. متستعجلش في الرسم، اصبر عشان الرسمة تطلع حلو اهو. كده احنا عملنا ان ده تقريبا زي كأنه محور افقي. تمام، فنقوم جايين قايسين الحد المسافة اللي هي من هنا لهنا بالقلم برضو اهو، نقوم جايين حطنا هنا كده اهي، جبنا النقطة اهي، هنقيسها نيجي نعمل علامة. تمام كده جبنا النقطة، نوصلهم اهي دي بدي، نشطب الزيادة. نفس النظام هنعمله على الناحية التانية، هم جاي
بالقلم ظفري اهو، نشيل الورقة، جبنا النقطة، هنوصلهم ببعض، تمام. بعدين الضلع ده هيكون سهل، هننزل بس مع المحور اللي احنا لسه راسمينه لحد هو تقريبا اهو عند النقطة دي، تمام. فنضع بس على المحور اهو، تمام. وبعدين هنقوم جايين قايسين المسافة بتاعة الكرة اللي هي آخر قصر المتوازي قد كده، ونجي حطينا هنا وعاملين علامة اهي، نزلنا تقريبا حتة قد كده، وصل كده احنا خلصنا الجهة دي. بالنسبة للضلع اللي بعديه اللي هو الحتة دي، احنا مشينا من هنا قد كده، نحسب بالقلم مضفري اهو، حط السن عند النقطة اللي انا عايزها، بعدين اهو مضفري مع القلم، نقوم حاطين نقطة اهي، نوصل النقطتين دول ببعض من الطرف لجوه، الطرف لجوه، عملت خط اهو، هنزل قد ايه، هنزل الحتة دي، تمام. هنحسب نجيب النقطة دي هنحسبها بنفس الطريقة اهي، تمام. هنوصل النقطتين دول ببعض، الضلع الأخير ده هنسيبه لحد ما نيجي نعمل المخروط لأنه على نفس المحور.